بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله النهاردة نسجل وايلي تيست بانك 2016. طبعا الفيديوهات إن شاء الله هتبقى متاحة للجميع على اليوتيوب. هو هنا بيقولك إن أنت عندك 3 أنواع من التطبيق، يعني تقدر تعمل براكتس على الكويتشنز اللي أنت تختارها أو السبيسيفيك سيكشن. تاخد سيكشن معين من الـ5 سيكشن اللي في منهج CMA بارت 1، أو إن أنت تعمل براكتس إكزام، يعني تعمل سيميوليشن للإكزام يديلك 100 سؤال في 3 ساعات. نختار براكتس كوتشن عشان نختار الحاجة اللي احنا عايزينها. هنا مثلا بيقولك أنا عندي في المواضيع بتاعتي دي 19 موضوع، دول هما كامل المنهج. عندي 951 available، احنا نختار مثلا 20. وبعدين هنا ده الانترفيس بتاعه. طبعا احنا عايزين الانترفيس بتاع CMA بروميتريك ستايل انترفيس، اللي هو الواجهة اللي هتقابلك في الامتحان لما تخش ان شاء الله تمتحن CMA. نختار مثلا موضوع قوي مثلا زي موضوع الانترنال كنترول، الناس بتقول عليه صعب، هو ان شاء الله مش صعب ولا حاجة. نختار نحل عليه. هو بيقول لك انا عندي 48 افيلابل كويتشن، نختار 20 سؤال. اهو نتعرف على شكل الامتحان ونتعرف على اسئلة الجديدة بتاعت 2016. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شكل الانترفيس. هنا بيقول لك عندك زرار بريفيوس، ترجع للسؤال السابق. نيكست لما تخلص اجابة السؤال تدوس على السؤال التالي. بريفيو تخلص الاسئلة خالص، بتقدر انك انت ترجع تعمل ايه، مراجعة للاسئلة. مثلا انت في اسئلة ممكن تعملها هنا مارك ريفيو، ماركت كويتشن ريفيو، انكمبليت الاسئله اللي ما كملتهاش، ريفيو اول، واخد بالك؟ وبعد كده بتخلص الامتحان بتاعك. فاحنا هندوس نيكست. طبعا هو بيشرح لنا الشاشه دي، بيشرح لنا الواجهه اللي انا قلتها دلوقتي. ادي ادانا اول سؤال، هنا بيدينا العداد اهو. طبعا في الامتحان هيبقى عندك الوقت. هنا طبعا احنا عاملين السيجن دي من غير وقت، يعني هنا بيقولك which one of the following is not a requirement regarding company's system of internal control under Foreign Corrupt Practice Act. القانون اللي هو اسمه Foreign Corrupt Practice Act ده اللي هو طلع 1977 في أمريكا، كان بيكافح حتة المعاملات أو الـ unethical behavior والـ bribery والـ unethical payment والحاجات دي. كان عنده مطلبين اتنين، ان يبقى عندك سجلات محاسبية، وان بيمنع الرشوة او يعني حتة المدفوعات الغير قانونية. طيب لو قرينا بقى هنا بيقولك ايه، the recorded accountability for asset is compared with the existing asset at reasonable interval and appropriate action is taken with respect to any difference. لا طبعا ده مكانش من متطلباته. يعني هنا بيقول لك management must هو بيقول لك هو عايز النوت ناخد بالنا من السؤال المنفي. السؤال ده منفي يا جماعة، يعني هو بيقول لك not requirement. طب management must assess effectiveness of system internal control. ايوه ده موجود عنده. يبقى هو اول واحدة هي اللي مش من متطلباته، بس هنقرا الباقيين للاستفادة. هنا بيقول لك transaction are executed in accordance with the management general or specific authorization. طبعا transaction are recorded necessary to permit preparation of financial statement in conformity with GAAP. طبعا المبادئ المحاسبية or any other criteria applicable to such statement. And 2 maintain accountability for assets. Transaction. طيب هو الحتة effectiveness of internal control دي ما طلبهاش الفورن كوربت، الفورن كوربت براكتس، انما اللي طلبها الايه السيرفنز اوكزيلي.
طيب which of the following has the most effective on the control environment؟ ايه اكتر حاجة بتأثر في ال control environment؟ Whether control are changed on a regular basis ولا management facility and operating style ولا organizational structure or size of company؟ طبعا ال management facility and operating style هي اكتر حاجة بتأثر في ال control environment. او هيجي هنا يقولك management facility and operating style لو بيسموها tone of the top، يعني signals to employee about the importance of establishing and following internal control, the size of the company, the frequency with which control are changed, and the organizational structure by themselves don't impact. طيب جميل قوي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه the principal inputs. ممكن كلمة معرفهاش نشوفها هنا، قوة الدفع principal inputs for the enactment ال bankruptcy ال act Congress was to discourage unethical behavior for foreign employee by US firm ولا بومت ذا mediates issued by the United Nations with regard. لا الكلام ده كله ده غلط. prevent bribery هي دي، منع الرشوة of foreign official by US firm seeking to do business overseas. طبعا هي دي اللي هي اللي كانت محفزة أو قوة الدفع لإصدار القانون ده. The enactment of Foreign Corrupt or Foreign Corrupt Act US Congress was implemented to prevent the bribery of foreign official. طبعا هنا كلمة foreign يعني ايه؟ يعني مش معناه الأجنبي، يعني المقصود ان كلمة foreign عندهم هناك يعني من ولاية الأخرى يعني. Locked doors security system ID tags and badges passwords and similar control are designed to safeguard firm's asset طبعا ولا lower production costs ولا protect firm reputation ولا ensure internal control. طبعا الحاجات دي كلها عشان حماية الأصول، صح ولا لأ؟ يعني فتقفل الأبواب بتاعة الخزنة بتاعة المخزن، إن أنت تعمل security system. كل الحاجات دي إجراءات للسيف جارد اوف اسيت. ذا موست فيزيبل اللي هي الحاجات المرئية ال visible سيف جاردنج كنترول او ديزايند اند امبلمنتد تو براكتس اورجانيزيشنال اسيت سوري تو بروتكت ان اورجانيزيشن اسيت. طيب شوف السؤال اللي بعده. طبعا احنا عندنا الوقت مهم جدا في اسئلة السي ام اي. which of the following is true regarding the board of directors. Board of Directors هو مجلس الإدارة. The Board of Directors must act in the best interest of management. طبعا لأ، مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة مش بيشتغلوا لمصلحة الإدارة، هما بيشتغلوا لمصلحة إيه؟ المساهمين أهي، لا الـ employee ولا الـ internal control، إنما الـ shareholders آخر واحدة اللي تحت دي، صح؟ طالما هي متكررة خلاص. The Board of Directors قصدي يعني ان الكلمه مش هنقعد نقرا نفس الكلام تاني، نشوف مصلحه مين اللي في الاخر دي. هي طبعا هنا ايه الشير هولدرز. البورد اوف دايركتورز برايمري ريسبونسابيلتي تو اكت ان ذا بيست انترست، افضل مصلحه تو الشير هولدرز للمساهمين. ات از نوت ريكوايرد استابليش ان اوديت كوميتي، مش لازم يعني مش مطلوب منه ان هو يعمل اوديت كوميتي، انما طبعا لما بيعملها بيبقى كويسه لان ليها تخصص واحد وبتعمل استقلالية للمراجعين الداخليين. ادي سؤال انت ممكن تعينه تعمله ماركت او تشيل الماركت. هنا بيقول لك what is management responsibility under section 302 of the Servants Auxiliary Act. Servants Auxiliary Act اللي هو القانون اللي طلع في 2002
كان بعد فضيحة شركة إنرون للطاقة، وبعد مكتب أرثر أندرسون ما اتقفل والراجل اتحبس. كان زمان يقول لك البيج فايف، مكاتب المحاسبة أو شركات المحاسبة العالمية البيج فايف، دلوقتي أصبحوا البيج فور بس. طيب المشكلة كانت في مخالفات شديدة في الشركة، إلى إن هي أدت إلى إشهار إفلاسها، ودي كانوا بيسموها سكاندال يعني فضيحة كبيرة. صدر بعدها قانون سيربنز أوكزالي عشان يمنع الممارسات غير القانونية، وشدد على الانترنال كنترول، وقال لك إن المراجعين لازم يدوا تقرير عن قوة الانترنال كنترول. فهنا بيقول لك المانجمنت must provide a nominal hotline for employees to report ethical أو ethics violation، ولا must document their assessment تقييمهم of effectiveness of internal control structure and procedure، ولا management must require the employee to sign a code of conduct، ولا corporation management must design and implement internal control to ensure preparation of reliable financial reports. طبعا هي اخر واحدة هي الصح، ان القانون ده الزم الشركات ان هي تعمل تصميم جيد وتنفيذ لنظام قوي من الانترنال كنترول علشان تخلي القوائم المالية بتاعتها تتسم بالايه بالثقة. فادي قال لك هنا السكشن المادة 302 من القانون سيربنز اوكزيلري 2002 requires the publicly held corporation، الشركات المطروحة أسهمها الكتاب العام يعني ال COO وال CFO اللي هو الشيف اكزيكتيف اوفيسر وال chief financial officer verify the corporation quarterly and annual financial reports and requires the corporation's management to design and implement internal controls to ensure the preparation of reliable ايه financial reports، يعني ان هي تبقى موثوق فيها وسليمه، documenting the assessment of the effectiveness of internal control structure and procedure is a requirement of SOX اللي هو Servants Auxiliary Act. تمام انا كده الحمد لله ماشيين كويس. هنا بيقول لك under Servants Auxiliary Act أو Servants Auxiliary Act companies are now required to implement anti-fraud programs. تمام يعني المفروض تطبق برامج حماية من الايه من الفرود اللي هي الاحتيال او الاختلاس او الحاجات دي، اي ممارسات غير قانونية، and control that they evaluate on an annual basis of part as part of their integrated audit. A common component of such anti-fraud programs and controls is the effective design and the implement of codes of ethics. الكودز اوف ethics يعني ايه؟ الاخلاقيات المهنه يعني، and the conduct which one of the following is not a characteristic of the operating effectiveness of code of conduct. الكفاءة التشغيلية أو الفعالية التشغيلية للكود كوندكت اللي هي إيه ممارسات المهنة، إيه من دول اللي ما ينفعش نعتبره من الصفات؟ فهو بيقول لك ال existence of a plan to communicate the code of conduct to all covered employee of the company، حيث توصيل المعلومة لبقية الموظفين دي حاجة كويسة جدا من ضمن ال effective أو يعني ال operating effectiveness، كفاءة تشغيلية أو الفعالية التشغيلية للكود اوف كوندكت والانترنال كنترول عامة. هي من ضمن الخمس حاجات احنا كنا بنقول الكرايم، الكرايم دي السي ار اي ام اي، من ضمنها الانفورميشن والكوميونيكيشن يعني لازم توصل البيانات لبقية الناس كلها. اوديت كوميتي انفولفمنت اند اوفرسايد of non-compliance with the company code of conduct، ان لجنة المراجعة بتشوف عدم الالتزام بالقوانين non-compliance with the company code of conduct،
تالت حاجة بتقول لك ال lack of employees training in the company's code of conduct upon hiring and periodically therefore عدم تدريب الناس. دي حاجة طبعا ايه note of characteristics، يعني دي هي دي اللي مش من ضمن الحاجات الكويسة. أول واحدة ال communicator دي كانت كويسة جدا، تاني واحدة اهتمامات ال audit committee وان هي تشوف اي حاجه نون كومبلينس عدم التزام بالكود دوت او باخلاقيات المهنه. يبقى هي تالت حاجه اللي معانا. نشوف رابع حاجه بيقول لي ايه the existence of an appropriate hotline or whistle blowing to report any violation with the company code. كل ده برضه كويس ان انت عندك هوت لاين اي مشكله بتوصلها للاداره بتعمل ريبورت يعني. انما هي الحاجه الوحيده النوت كاركترستيك هي اللاك افتقاد التدريب، لان التدريب مهم جدا. لما يبقى عندك افتقار للتدريب او lack of employee training ده هيؤدي لنتيجة عكسية، مش هيخلي ال code of conduct يبقى effective، بالعكس. lack of employee training is the company in the company code of conduct upon hiring and periodically therefore is not characteristic of operating effectiveness. ما هوش من صفات الكفاءة التشغيل او فعالية التشغيل بتاعة الكود اوف كوندكت. طيب احنا لغاية دلوقتي الحمد لله كل المسائل اللي حلناهم صح. هي اول واحدة بس اتلخبطنا فيها، مفيش مشاكل. احنا اهم حاجة ما نتخضش من الامتحان وما نتهزش يعني. احنا كده حلين كام؟ 8 من 20. هنا بيقول لك ال internal control integrated framework from 1992 comprises 5 mutually reinforced components. يعني في 5 مكونات لل internal control: organization ongoing management activity وال evaluation and internal auditor are the part of. طب ال internal auditor هتبقى هل هي في أي مرحلة من الكرايم؟ الكرايم طبعا احنا قلنا الكرايم اللي هي مكونات ال components اللي هو الهيكل بتاع الكوزو. الكوزو دي طبعا لجنة الايه ال committee of sponsoring organization. الكوزو دي عملت قالت لك ايه هي اهداف ال internal control وايه مكوناتها. ال components، ال components مجموعة في كلمة crime. ال C اللي هي ال control activity، ال R اللي هي ال risk assessment، ال I اللي هي information and communication، ال M اللي هي monitoring. يعني انتوا شايفين حضراتكم هنا الأربعة هم موجودين اهو. الخمسة بس اللي هي ال E اللي هي ال ايه ال control environment هنا اللي مش موجودة. ال C اللي هي ال control activities. طيب ال auditor involved في المونيتورينج. يعني ايه المونيتورينج؟ يعني في رقابة نظام الرقابة الداخلية. نظام الرقابة الداخلية انشاؤه او وتصميمه مش مسؤولية الاوديتور، المراجعين الداخليين او الانترنال اوديتور. اما مسؤولية مين؟ تصميم النظام، وزي ما شفنا قبل كده في اسئلة قبل كده دي مسؤولية المانجمنت. انما متابعته ومراقبته ونشوف ان النظام ده قوي فعلا ولا لا، نظام الرقابة الداخلية ممكن يكون قوي بس مش فعال، مش effective. مسؤولية الاوديتور ان هو يعمل له مونيتورنج. مونيتورنج از accomplished through ongoing management activity separate evaluation or both internal auditor or audit committee and the disclosure committee as well as management may all be involved in monitoring. كلهم بيبصوا في حتة المراقبة الايه النظام كويس ولا لا، violated ولا لا، بيتم يعني اختراقه او كل ما تلاقي فيه ثغرة في نظام الرقابة الداخلية بتعدله، تعدل الثغرة دي، تتخذ corrective actions. طيب نشوف اللي بعديها. هنا بيقول لك inherent risk. ال inherent risk اللي هو نوع من 4 risk. هو بيقول لك ال audit risk اللي هو خطر المراجعة، ان المراجع يدي رأي غير سليم، بيتكون من 4 حاجات.
او يعني هم 4 ريسك، الاوديت ريسك جواه الكنترول ريسك والانهيرنت ريسك والديتكشن ريسك. الانهيرنت ريسك اللي هو ايه؟ خطر ذاتي جوه العنصر ان هو يحصل فيه مشاكل او ميس ستيتمنت ما يتمش اكتشافها. طيب اول حاجه بتقول لنا ايه هو الانهيرنت ريسك؟ ذا انترنال كنترول ووز نوت بي فولد. لا ده يعتبر كنترول ريسك. طيب ولا ذات ان انترنال اوديت ويل نوت انكفر incidents اللي هي المعوقات او اي حاجه تحصل where controls have not been followed، ده يعتبر detection risk. طيب ال business will naturally experience regardless of internal control ولا measure of effective firm internal control. ال inherent risk الخطر الذاتي او الجوهري يعني is the risk. The internal control will not be followed ولا internal audit المراجعة will not uncover an instance where controls have not been followed. دي أنا شاكك فيها يعني، بس هو في السؤال هنا في خبص جامد جدا. That the business will naturally experience regardless of internal control، ان هو كده طبيعي عنده خبرة من غير ال internal control. measure effectiveness of firms طبعا لا، هي تاني واحدة طلعت غلط. اما هي ايه بقى؟ inherent risk is normal risk of business، اخطار طبيعية جوه ال business such as risk of droughts for farmers أو risk of recursion. natural experience that the business will naturally experience. يعني ال business هيعرف المشكلة دي بغض النظر عن ال internal control. يعني هو مش عايز تعريفه، هو مش عايز تعريفه، احنا غلطنا عشان كنا بندور على تعريف. مفيش مشاكل كده، عندنا غلطتين. اهم حاجة في الامتحان السي ام ان انت ما تتوترش، وده سؤال ماركت اهو، ممكن تعمله ماركت او ان ماركت، يعني المقصود ما تتوترش يعني ايه؟ يعني حليت كويس، حليت سؤال غلط مفيش مشاكل، سؤال كويس نقول الحمد لله والشكر لله، سؤال حليناه غلط ما نتوترش عشان نعرف نحل بقية الاسئلة، ولازم ناخد بالنا من الوقت. طيب هنا يعني احنا دلوقتي الوقت لو كده واخدين داخلين حوالي 23 دقيقة، حوالي 23 دقيقة. طيب هنا بيقولك ال preventive control. preventive controls هي نوع من أنواع إجراءات الرقابة الداخلية، اللي هو الإيه ال preventive منع، ال controls المنع. are found only in general accounting controls ممكن أو usually are costly to use than detective control. بالعكس ده انت لما تمنع الخطر او تمنع المشكلة او تمنع الاختلاس هيوفر لك تكاليف عن ان انت تكتشفها، يبقى more cost benefitly او beneficial than defective control. مش more costly، لا، يبقى تالت واحدة هي الصح اهو. three type of control designed into information system are preventive وdetective وcorrective. يعني رقابة منع ورقابة بتكتشف الأخطاء ورقابة تصلحها. preventive control are designed to prevent threats، تمنع أصلا أي خطر أو تهديدات، والerrors والirregulars from occurring، تمنعها من الحدوث أصلا. they are more cost beneficial than detecting and correcting the problems that threat error or regulators can occur. طيب بيقول لك ال internal control integrates أو integrated framework from 1992 compress 5 eventually reinforcing component include control activity.
Control activity include all of the following except. Control activity أحد مكونات الرقابة الداخلية. قالك أنت هتشوف البيئة control environment، بعد كده تشوف تعمل تقييم للمخاطر risk assessment، بعد كده تشوف ايه الإجراءات أو ايه أنشطة الرقابة اللي هتعملها عشان في البيئة دي وتغطي المخاطر دي. control activity هو بيقولك في 4 حاجات اهو، في واحدة بس من مش من الكنترول اكتيفيتي. سوري، هنا بيقول لك الاديكوان سيبريشن اوف ديوتي، الفصل المناسب للمهمات، ده من اهم الكنترول اكتيفيتي. الريسك اسيسمنت او الريسك مانجمنت دي حاجة تانية خالص غير الكنترول اكتيفيتي، بهي دي اجابة السؤال. بعد كده بيقول لك الفيريفيكيشن والدوكيومنتيشن، كل دول من الكنترول اكتيفيتي، يبقى هي نمرة 2 هي اللي مش من ضمن الكنترول اكتيفيتي لان دي نشاط او مكون لوحده. اهو قال لك هنا اهو كنترول اكتيفيتي هي ايه، اهو ريسك اسيسمنت او الاسيسمنت اوف اوزوتي او الفلام. هنا بيقول معلش نقرا تاني، هنا بيقول لك كنترول اكتيفيتي او بوليسيز اند بروسيدر استابليش تو امبلمنت هيلب انشور ذات ريسك ريسبونسز او ريسبونسز ار افكتيفلي كاريد اوت. The internal control integrated framework from 1992 model list 6 control activity. The assessment of authority and responsibility job description. يعني تحديد السلطات والمسؤوليات في الهرم الوظيفي. Assisting of transaction authorities. نظام الاوثورايزيشن. موافقات adequate documentation and record، يعني في نسخ كتيرة من المستندات كافية. security of assets حماية الأصول أو safeguard of assets، يعني independent verification اللي هي المراجعات المستقلة. adequate separation of duty، يبقى فعلا الثلاثة دول من ضمن الستة، أو هم يعني في حاجة بتزيد برضو اللي هي حتة الأجازات اللي بيدوها للناس يعني أو الروتيشن، المفروض السبعة يعني 7 حاجات مجموعهم في كلمة اي تشامبو. مش من ضمنهم الريسك مانجمنت، يبقى الإجابة بتاعتنا المظبوطة اهي. سيربنز اوكزيلري، ده السؤال 12. سيربنز اوكزيلري اكت هاز مالتيبل سيكشنز ذات اوتلاين مانجمنت ريسبونسابيلتي ريجاردينج. سيربنز اوكزيلري عنده كذا كذا سيكشن، مالتيبل سيكشن، كلهم بيقولوا على ايه اهميه ان مسؤوليه الاداره في حمايه الرقابه الداخليه. required education for chief financial officer ولا purchase of security ولا long term strategic planning ولا internal control. طبعا هو مسؤول كل او اغلب اهتمامات قانون السيربنز اوكزيلري كان على انترنال كنترول والاكسترنال ريبورتنج. segregation of duty controls are example of segregation of duty هي فصل المهام. وقال لك ان انت عندك 4 سلطات ما ينفعش يبقى ماسكهم واحد بس او واحد ماسك 2 منهم، تمام؟ طيب ف ايه هما ال4 سلطات مجموعين في كلمة ARCR او ARCR او ARCR؟ حفظهم لنفسك بأي طريقة. يعني في حاجات كتير في النومينس، يعني حاجات نومينس كده في الانترنال كنترول بتبقى مفيدة جدا، لان انت تحفظ مثلا كومبوننت بتاعت الانترنال كنترول تقدر تحطها في كلمة قايم. الكنترول اكتيفيتي اي تشامبو، ايه تاني الكوزو ليها، يعني في كذا حاجة دي. طيب هنا الارك ار اول سلطة من ال4 سلطات المفروض ينفصلوا الاوزوريزيشن اللي هي الموافقات. تاني حاجة الريكوردينج تسجيل البند. تالت حاجة الكاستدي العهدة، ما تبقاش مع نفس الشخص اللي بيسجل او بيوافق. تالت حاجة الايه الريكونسيليشن او المتابعة او المراجعة. الاربعة دول لازم ينفصلوا عن بعض.
طيب segregation of duty control أو example إيه؟ هل هي preventive control ولا detective control ولا compensating control ولا administrative control؟ طيب لو جيت قلت لي إن هي compensating control، يعني هل هي رقابة تعويضية ولا preventive control؟ هي رقابة تقدر تسميها preventive مانعة، وتقدر تسميها detective مكتشفة، إن لو في مشاكل حصلت تقدر تكتشفها إن أنت إيه فاصل للأهداف، فهي ديتكتيف. هي بريفنتيف في الأساس، لكن ممكن تكتشف برضه، بس هي في الأساس دي بريفنتيف. Proper segregation of duty is a control designed to prevent threats، يعني أنت فاصل السلطات عن بعض عشان تمنع إيه إن يبقى واحد معاه كل السلطات دي، فيقدر يسرق ويغطي سرقته يعني. طيب هنا public corporation that must meet the provision of Foreign Corrupt Practice Act of 1977 should have a compliance program that includes all of the following steps except. طبعا هو بيقولك البابليك كوربوريشن، الشركات العامة، ان هي لازم تنفذ البروفيجنز، البنود بتاعة الفورين كورابت براكتس اكت، القانون بتاع 77 ده، اللي هو كان ليه مطلبين: ان انت تبقى عندك سجلات محاسبية سليمة، تاني حاجة بيمنع البابري اللي هي الرشوة بتاعة يعني المدفوعات غير القانونية والحاجات دي، ذات هاف كومبيليانس programs that include ان انت المفروض تعمل كل الحاجات دي ما عدا خطوة واحدة. هل cost benefit analysis of control and risk are being minimized ولا authorized and properly signed agreement that it will a pipe ولا system of quality checks to evaluate the internal control system ولا documentation of the corporation existing internal control system. طبعا هو مطلبش حتة ال documentation system of quality check لل accounting control system. ما طبعا يعني لو قلنا مش عارفين يعني ايه بالظبط قوي، يعني الكوست بينيفيت زرايز طيب هنا بيقول لي detection risk is the risk. detection risk خطر الاكتشاف، ان انت في المراجعة ما تقدرش يعني في المراجعة ما تقدرش تكتشف الخطأ اللي حصل. ذات ان internal audit that will not uncover an instant incident will control have not been followed. The business will not naturally experience regardless of internal controls. Internal control will not be followed. That measures the effectiveness of a firm's internal control. Detection risk can also be planned detection risk. يعني انت مخطط للخطر ده ما يزيدش عن ليميت معين، and is measured of the risk that audit evidence will fail to detect misstatement existing. تمام، احنا معلش احنا بنحاول بسرعة شوية علشان نشوف احنا حلينا كام سؤال
في كام دقيقة، لأن الوقت مهم جدا في حل الأسئلة. فحتى لو غلطت في حاجة مش مشكلة، المهم نلحق وقتنا. لازم تعود نفسك وانت بتحل ما تاخدش وقت كتير، لأن انت عندك حوالي دقيقة ونص تحاول تحل على أقل منها كمان. Which of the following beast describe the interrelated components of system of internal control؟ مكونات الرقابة الداخلية، هل هي الـ organizational structure، management facility and planning، ولا control environment، risk assessment، control activity، information and communication and monitoring؟ طبعا هي الخمسة دي، الخمسة دول مجموعين في كلمة crime، قلناهم قبل كده. طيب هنا which one of the following is responsibility of management؟ aid in choice of accounting method and policies، تساعد في اختيار ال accounting methods and policies، document internal control procedure، sign quarterly and annually financial reports، choose auditor and approve auditor compensating. دي المفروض دي شغلة ال audit committee، review auditors suggestion for improve the internal control. ماشي، ايوه دي ماشي. يبقى احنا نقدر نقول الرقم خمسة معانا، اربعة لأ، sign quarterly اه، ثلاثة معانا، document internal control procedure ماشي، يعني ممكن نقول اتنين وتلاتة وخمسة. ندور بقى على اتنين وكلهم فيهم واحد بيساعد في choose accounting method. ماشي، واحد واتنين وتلاتة وخمسة only، يعني مش معانا أربعة. هي دي يعني فعلا احنا قلنا هي أربعة، بس مشكلتها إن هي من اختصاص الـ audit committee. احنا الحمد لله حلينا صح. management must document internal control procedure to provide written assessment within 19 days period the publication of annual report on the effectiveness of the internal control، فعالية أو كفاءة فعالية نظام الرقابة. In addition management must sign quarterly and annual. ماشي، يعني هو يعيدهم تاني. تمام خلاص، احنا كده استنتجناهم صح. السؤال 18 بيقول لك السيربانز اوكزالي اكت of 2002 اللي هو ستوكس establish increased requirement of for audit committee. These requirements include all of the following except the audit committee is responsible for selecting external auditor. لا طبعا، the audit committee must consist of independent director. تمام، audit committee must have least financial expert. طبعا CEO chief executive officer of company can be a member of audit committee. ماشي، انما ما بتختارش الايه بتختارش ولا ممكن تختاره. طيب ال chief executive officer المفروض هي دي، معلش احنا غلطنا فيها، هي المفروض ان هو تفصله عن ال audit committee، لان هي عشان لازم تبقى مستقلة. دي احنا غلطنا فيها، ان احنا ما خدناش بالنا منها، ان الشيف اكزيستيف اوفيسر ده بيمثل الاداره. انت لازم تبقى يعني المراجع الداخلي ده لازم ينفصل عن الاداره. الاوديت كوميتي نيد اندبندنت دايركتور. شوف بقى ازاي، يبقى انت لازم تفصله عن الاداره. ما ينفعش السي اي او يبقى عضو في الاوديت كوميتي. طيب حتى لو غلطنا في سؤال مفيش مشاكل، احنا كده غلطين تقريبا في اتنين او في تلاتة، يعني الحمد لله برضه نسبتنا لسه فوق ال 85%. الكمباني management is concerned about computer data if is dropping and now في كلمة غبية شوية، ممكن نشوف الكلمة دي ايه. احنا لسه في مرحلة الايه، تنصب. يعني بيقول لك ان انت في عملية تنصب and wants to maintain confidentiality of its information as its answering company should utilize. ايه بقى، هي مش عايزة تعمل اي تنصت على ايه بياناتها، تعمل data encryption.
صح، ممكن تعمل داتا انكريبشن. الداتا انكريبشن هي which uses secret codes، تكويد للبيانات بحيث ان محدش يقدر ايه يطلع عليها. طيب internal control integrated frameworks from 92 compress 5 mutually reinforced components، ماشي، خمس مكونات. an organization management philosophy and ethical value is part of. طبعا ال ethical value وال philosophy دي ده ال control environment اللي بيسميها tone of the talk. طيب يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا الامتحان بتاعنا في وقت كويس، انما وعندنا الحمد لله بس هنا للأسف ما بيديش تقرير، بيدي تقرير مش عارفين بيدي التقرير ولا ما بيديش تقرير. هو بقى ايه، خلاص كده طلعنا من الايه، طلعنا من ال مش زي هوك كده بيقول لك انت جبت كام. ماشي طيب كده الحمد لله، نكمل المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.